زهقان من داي خايف اعمل حاجه اكتر اتكلم كل اصحابي علشان نعمل حاجه نخرج جاي مع عمر اخويا برنبك. انا بقى لي حوالي ربع ساعه زي ما بيقولوا كده تحت الهوا مش بنرك وبتكلم معاه في مشاكل وجوديه ودخلت في المنطق والفلسفه ولا ضرر ولا ضرار وغالبا هنطلب شيخ الازهر نساله قبل ما نسال. انا ما كنتش متخيل هو 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 متربي قوي بس انا مش متخيل متربي قوي للدرجه دي لدرجه ان انا بساله احمد زكي اقول له الشريفي عنده مشكله في يعني ما وكان انا ههد هرم من الهرمين لو اخترت التاني يعني. فربنا يصبرني على الحلقه دي. حبيبك حبك بورس يلا ليه بس حبيبي عمرو دياب ولا مايا دياب؟ ايه مستغربها قوي. طب ما انت كنت مستغرب احمد زكي ونور الشريف ما هي كانت عاديه المقارنه يا اخويا وما جاوبتش. لا مقارنه مش كده. لا عشان انت بس بتقارن راجل بست. طب ما انا قبل كده قارنت راجل براجل وما كنتش عايز تجاوب. ايوه بقى يعني لما تقارن راجل بست هجاوب يعني. طب انا انت هتجاوب امتى؟ اما انت هتجاوب امتى؟ يعني انا مش فاهم يعني انت كده لفيت انت السؤال يعني. انا لا انا عايز افهمك. انا ما سالتك راجل على راجل ما جاوبتش. سيرد راجل وست مقارنه ما جاوبتش. أيوة. طب اعمل ايه؟ اقارن بين الايه؟ الزواحف والبني ادمين اعمل ايه طيب عشان انت تختار؟ اقول لي وبعدين؟ وبعدين ايه؟ ها؟ الحاج والحاجه اخلصوا في تربيتك لدرجه انا ربنا هيحاسبهم عليها. ايه رايك؟ عشان انت جبت لي سكر في الحلقه. ما تقولش كده انت حد جميل. انا بقول لك انت اخويا يا جدع. يا حاج ويا حاجه ده كتير قوي الاخلاص ده. انت تربيه كتير قوي والواد بقى بيبص تربيه واخلاق لما انا تعبت. انت حبيبي يا جدع. ده حاجه ايوه والاخلاق حاجه طبعا. اللي احنا فيه ده حاجه طبعا. احنا الموضوع اهفك من الهيافه يا طارق. يا حبيبي انا معايا يا بابا انت وترتني. انا معاش انا ما كملناش سؤالين. ده وات ذا هيل لو. طيب يلا ها مين ولا مين السؤال اللي بعده؟ مين ولا مين بالظبط؟ ارجعوا بقى ها سيد رجب ولا خالد الصاوي؟ انت مصر على اللي انت وانا سالتك وانا سالتك على حاجات شخصيه. الاثنين مصريين جامدين جدا. طب انت ليه متعصب؟ انا اللي متعصب. ايوه انت اللي متعصب. لا انا اتعصبت عليك عشان حاجات ثانيه. دلوقتي انا مش متعصب. قول لي انت دلوقتي سيد رجب ولا خالد الصاوي؟ الاثنين مصريين جامدين جدا بجد. صدق انت فقعتها لي مراره. وجماعه صح طارق جده يبقى الراجل العظيم ابو سعيد البياري يعني من فطاحل الكوميديا والتاليف في مصر ومن عيله فنيه قوي الحقيقه. فمش عارف ليه طالع مؤدب كده. المهم الفنانين عندهم شويه جراه كده يا اخي. انا مش عارف يعني شويه قله ذوق شويه بواخه مفيش اي حاجه. انت على طول كده محترم. اسالك سؤال. سؤالي بره الكاميرا محترم جدا بقى. طب خلاص بس يعني مش بحاول. طب اعمل لا لا انا مش انت بتحاول. مش قصدي يعني انا متضايق عشانك يا حبيبي. الحياه ما تبقاش ممتعه من غير ابيعها. الدنيا طعمها بيحلو لما يبقى فيها شويه قذاره. لا خالص. وقله ذوق خالص. جليطه خالص. يا ابني بقك بواخه اخوك ايه؟ انت سامعني يا محمد. محتاجين قله ادب شويه قله ادب. ايوه ما وعدكش. ايوه مش طيب. احمد زكي ولا نور الشريف؟ انت جاوب. ايوه انت قلت احمد زكي. انا ما قلتش ازاي احمد زكي. الاثنين لما قلت خوف. لما قلت خوف يعني انا كده كنت خلي اقصد كنايه صح ولا يعني والله لا. انا هقول لك ايه يا عم. نكمل اللعبه بتاعت اللعبه الواحده دي. ماشي. الكلمه الواحده دي. ماشي اوكي. او عايز تلعب لعبه ثانيه معاك؟ ممكن كفايه تعديل عليا في الحلقه من فضلك عشان انت خلاص دمرت الاعداد كله. انا قلبت لك. انا بعتذر للاعداد. انا بعتذر. لا ده الاعداد اتفصل من خلاص انتهينا. انا ولا المليجي؟ ايه الضحكه دي؟
يعني انا جاوبت في الحاجات التانية هجاوب في العمر يعني انت خد مفيش فايده اقعد على شعور الناس كلها وجيت السؤال ده رحت ضاحك اصل الضحكه دي سخريه مني خالص. انا بقارن نفسي بالمنين ابدا العفو العفو شكرا والله ابدا وصلت والله يعني أبداً. انت خايف على قلب الناس والله كلها والله بس سخريه الا انا والله بس سخريه دي ضحكه اللي انت مصر تخليني اجاوب السؤال بتاع اول اصل ده انا في بقى دلوقتي والملي انا بس يعني خلص. انا كل الناس ما جبت ما اخترتش ما بينهم وحاجه هنا اختار يا عمر انا ولا المليجي انتوا الاثنين يا عمر بجد شفت بقى اقول لك حاجه ده تصريح دي احلى اجابه اتقالت والمصحف واخدها زي ما هي تمام جدا لان كلهم اغلبهم قال المليجي وبتاع فانت الوحيد اللي قلت انتوا الاثنين الحمد لله يعني حاططني في مقارنه مع المليجي الحمد لله الكذب سالتني عليها قبل كده لا سالت على الكسل لا قلت لك الكذب والسرعه مش كذب ولا السرعه دي كانت مقارنه انا دلوقتي بقول لك الكذب احنا رجعنا للكلمه الواحده الكلمه الواحده ماشي اوكي كذب حبوش فيفي عبده استاذ جميل هقول لك اسم ماشي اسامي فواكه تمام فكل ما اقول لك اسم فاكهه هتقول لي مفكرك بمين اذا كان بقى شكلا مضمونا روحها اللي جه في بالك ساعتها ماشي. لما انا قلت الكلمه من الفنانين عامه اذا كان بقى الجيل بتاعنا اللي قبلنا ابيض واسود بس هتاخد الجمله على بعض ستات رجاله ماشي. كل حاجه ماشي التفاح الاخضر اللي هو المزز ده واللي هو مفيد وطعمه مزز في نفس الوقت انت ليه اتكيت على مزز انت ايه حكايتك ايه حكايتك قول لي ايه حكايتك الموز موز ممكن ستات في ناس اختارت ستات في الموز استاذ سمير غانم عشان هو عسل التفاح الاحمر ليلى علوي البلح الاحمر انت البلح الاسود بلح اسود بيبقى مسكر زياده كده و اللي بناكله بقشره ده على طول ممكن سليمان عيد عسل مسكر سليمان عيد هو شبهه فعلا ايه هي دي فيها حاجه مش حاجه لا بقول مسكر بقول راجل مسكر تاخد الكلمه على بعض وانا قلت شبهه اعمل ايه كمل يحيى الفخراني انا عارف هو بيحب ايه قول لا مش هقول لك طبعا عشان هطبخ له ايه هطبخ له يا حمام مش هقول لك حمام صح والله لا امال ايه مش هقول لك ليه يا جدع ما تقول كده انت غشاش قوي هعمل له اللي هو بيحبه اللي هو زي ما انت اللي انت هتقول عليه مين هو بيحبه اللي انت هتقول عليه ايه بقى هتودينا في داهيه قول بقى والله العظيم انت بقى بيحب ياكل ايه بيحب ياكل ايه قول والله قول مش انت عارف بجد ولا بتهرج ايوه انا شفت مره هو جايب الاكله دي شخصيا فهو اكيد هو اللي حبيبها هو يعني بالظبط ايه بقى لحمه راس بقى ايوه ما قلت لك فته وبتاع ما قلت لك كده فته حمام مبتنع ماشي حسين الجسمي تطبخ له ايه احلى اكل مصري اعمل له ملوخيه باكل مصري الراجل ده بصراحه يعني كويس تطبخ لنا ايه ايه ده ما انت عرفت لغير الاكل السمك والجمبري بجد اعمل لك سوشي من اللي انت بتحبه اللي هو مش رو انا شاطر فيه قوي مش مدخن او انت عارف ان هو بياخد مجهود فظيع انت بتعمله اصلا كداب والله العظيم وبتراب وصح وبراب واعمله واقليه واقطعه واحط لك الصوص واعمله كل حاجه كداب بس انت عارف مجهد جدا طبعا شغلانه والله العظيم مش لا شغلانه شغلانه بجد هي تبدو ان هي ايه لا هي اوف المفاجاه دي بس هتدوقني مره ماشي ماشي كريم عبد العزيز فاكره ايه فاكر في ابو علي لما بقولك يا رب انت بترجعيش ليه مستنيين نونا هو اي اكل مصري هو اكل مصري هيبقى بايس فيه انا بحبه اعمل له هو بيحب الاكل المصري اكل مصري صح؟ يعني تمام ماشي ايه اكتر ميزه في الستات بشكل عام انهم مستحملين طيب ايه اكتر عيب بقى في الستات انهم مش مستحملين لما لا لما مش مستحملين لما بيبقوا مش مستحملين مستحملين اوكي عمر واحدة عكستك او قلت لك كلمة معاكسة مباشرة كانت لذيذة غريبة مفاجأة جريئة دمها خفيف ايه مثلا لسه من يومين كنت منزل صورة انا وخالد متاج في بورسعيد فكاتب ايه معدية كده كتبت تفتكروا احنا فين فواحد راح كاتب لي في الكومنتات في قلبي اوكي دي انت اعتبرتها يعني معاكسه جريئه شويه لا معاكسه امال ايه انت اعتبرها حاجه مش واحده قالت لك يا واد يا عمر انت في ستات بتعمل كده ساعات وفي بنات ساعات تبقى عمرك ما قابلت النوع ده لا ساعات
وبتحرج بتتكسف طبعا اكيد. مش احمر اهو مش احمر مش هكسف اللي بعدي هكسف يا عم عمر. لا بس لا 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 ما هو بقى اللي بقى دي بقى الحاجات اللي بقى لا لا خلاص بالاخر بعت. انت عمرك عكست انت واحده بقى وقلت مستحيل طبعا عمرك طبعا مفيش عكست مراتي؟ لا في الحياه واحده ما تعرفهاش واحده ما تعرفهاش او اول مره تشوفها لا مش لا عمرك ها اوكي لا انا هقول لك كلمه واحده وانت هتقول لي باللي جه على بالك. اللعبه دي فيها تقييم نفسي في الاخر بقى بقول اجاباتك دي كان معناها ايه وانت قلت المسرح والفنون وقلبي يوم الثلاث عمرو دياب المحور يتصلح يعني هو زحمه بس هم بيصلحوا له قناه المحور لطيفه انا مالي بقدم برامج باسم يوسف قدم برامج احلف الله العظيم ولا انت انا بستغرب والله في البرنامج الوقت الاستاذ عمر متولي عمر متولي اخويا حبيبي بيستغربني في البرنامج ده احمد زكي ونور الشريف انا مش هجاوب الزحمه باش الكسل اكتر شيء مدمر وبحاول اهرب منه طول الوقت كلمه معلش على الاقل هو بيحاول طيب خاطرك الطيران خلاص هتقلبها جد قوي فمش عايز ابقى جد قوي هو انا اتكلم جد تقول لي مش عايز ابقى جد طب خلاص اتكلم جد الطيران مستعجل انا بحب الطيران جدا جت فتره قلقت منه وبعد كده رجعت خلاص بقيت احبه اصلا بجد والله يعني انت كنت تخاف من تركب طياره كتير بتخاف... يعني لا خالص في ناس ما بتركبش طيارات اصلا لا 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 بركب طيارات كتيره جت فتره بس في حياتي فجاه جالي فوبيا كده منه وبعد كده وبعد كده تمام الدندو على فكره اقول لك حاجه بقى انت اللي دماغك ابيح والله خالص لانك ضحكت خالص والله لا انت والله خالص والله خالص خالص انا عاجبني اللي انت انا عاجبني حاجه بس اللي انت ايه فجاه بتسال على حاجه وتروح بعد كده رايح لحته ثانيه خالص رجعنا للتحليلات تاني معانا المحلل الفني استاذ طارق الابياري اهلا بيه مسخن جاي يحلل لنا الحلقه واحنا قاعدين لايف كم الدندو خوف ولا خفرع يا مش هقول لك دي بقى مش مقارنه خالص اهو بس مش فاهم السؤال دندو يعني كنت فاهم السؤال لما بقول لك المحور والبتاع ما انت فهمت ورديته السينما قلت لي حياه ايوه بتاع حياه عملتها ازاي جيت على الدندو قلتها ازاي ولا جيت على الدندو مش هقول جيت على حياه جيت على الدندو احترت اعلان يا تصدق إن في اعلان كده اعلان بس ما كنتش اقصد الاعلان طبعا الكنافه بالمانجا الله تحبها الله شوف يعني ما صدق لا الله حاجه 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 ما يتعدش مش مشاكل مش مشاكل رحل الله بالمانجا ايوه كده مفيش فتاوى الحلقات كلها تنزل بلس 18 وده حلقتها تنزل بلس 3 او بلس 6 البرنتال جايدنس مبسوطين منك قوي 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 ان الاطفال مش هتشوف حاجه هيناموا على نفسهم لا كلام ولا ضحك بص احنا انتهينا ليه اقول لك حاجه قول لي اللي احنا عملناه في الفيلم ده راح النهارده ليه يا عم انا بقول لك والله خالص حلقه ثقافيه اصلا ثقافيه مفيش ابتسامه ليه طب يلا العب لعبه ونعمل ابتسامه طب بقول لك ايه قول طب انت بجد فاكر اي نكته حلوه سمعتها قريب لا خالص بقالي فتره والله ما سمعتش طب ممكن قول لي انت نكته والله مش فاكر ولا نكته فاكر نكته حلوه قوي بس ابي احولها لك بعد ما نقفل ماشي مالك حبطت ليه خالص هقولها لك في ودانك فرقت فرقت الاناناس والله ممكن يكون بيفكرني بيا عشان خاطر ساعات ممكن ابدو من بره ان انا كده بس في جمله كان بره ايه يعني ابقى ان انا كده نفسي يا ابني اشوفك بس من جوه يعني نفسي طيب انت من جوه من بره طيب ومؤدب ومحترم لما حاجه تخنق نفسي اشوفك كده نفسي اشوفك انا ناس قبل ما اموت ماشي الكانتشلوب ممكن احمد حلمي حلو الشمام اللي هو الاصفر ده امير مصر عشان امير بني ادم جميل بصراحه العنب كريم عبد العزيز عشان ما بتشبعش منه المانجا المانجا
استاذ مجدي الكدواني ان هو حلو قوي. هو لا من غير ما تشرح حلوه جدا. هقول لك ليه هقول لك ليه قول طبعا. لان هو مسكر قوي طعم قوي بس جوه فيه فاليو في تقل جامد قوي. حلوه جدا. فاهم. ف التين البرشومي. التين البرشومي ده الناس يعني كل العامه بيحبوه يعني كل الناس صح. عظيم. انا بحبه. صح كل الناس بتحبه يعني حاجه يعني شعبيه بيتلهط على طول. اسمعني يا سين يعني شعبي تحس ان الشعب كله الناس كلها بتستلطف. التين الشوكي. التين الشوكي بفكرني اقول لك جه في بالي مين حالا. قول لي. لا بعد ما تجاوب. محمد سعد. ليه ما اعرف مميز كده ومش شبه مش حد. شبه حد وفي نفس الوقت شعبي قوي. دي حقيقه. دي حقيقه. ده عملت معاه فيلم حلو قوي كنت انت من عسل. انا اللي ظبطت الفيلم. استاذ محمد كان بيجتهد يعني وانا كنت بساعده. استاذ محمد سعد كان بيجتهد وانت بتساعده. هو لا عليكم بتشيلوا الحته دي عشان نفسك دوم اي خدمه. هو عايز الخدمات اللي هو عايز يوقفها فيها. كنت يعني بساعده يعني طبعا جنبه. وقفت جنب استاذ محمد سعد. وان شاء الله يبقى كويس يعني انا بتنبع له بمستقبل فاهم كويس يعني. ده لا سلمت انا ناس اهو. لا عشان تعرف ان الدنيا حلوه مفيش حاجه. خلصت انا خلاص اهو. خلاص كاريني. خلاص كاريني. خلاص انت بقى ادي كاريرك معايا. سلام بالظبط. عيش معايا اللحظه بقى. الحق الحلقه. احنا بنلحقها. الحق الحلقه. الخوخ قشره قطيفه شياكه بذره جامده شياكه سكر ولهط. شفت الميكس ده انت ايه ده ايه ده انت جوعت ولا جوعت فعلا والله عشان انت لما بتقولي قطيفه وكده حسيت ان حاجه اقول لك برده استاذ سامي ده مكمل البرنس على طول طول الوقت كان شيك طول الوقت قمر طول الوقت بجد والله ونزيه وفل قوي 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 قمر قمر بجد الله يرحمه حبيبي. طب اقول لك اسالك انا بشوف بطيخ. اوف إيه؟ اصل انت جبت اكتر فاكهه انا بحبها اصلا البطيخ. يا لهوي يعني انا دماغي دلوقتي ما بين حاجات قويه قوي يعني فاهم بكلمك في يعني سمير غانم القشطه. القشطه. تخيل يوسف شاهين. ليه هقول لك ليه. عشان القشطه دي طعمها فيها حاجه حلوه قوي بس عشان تاخدها شغلانه سودة من القشر الغريب والبذر الاسود والبتاع فخلاصه الحاجه الحلوه اللي هي حلوه قوي اللي مش موجوده عند اي حد موجوده بس قليله. فيوسف شاهين كان كده. بحب له 3 4 افلام جنون منهم فيلم زي المصير ده مثلا بحبه جدا من اعظم الحاجات اللي عملت في تاريخ السينما مثلا بس بيتوهك قبليها في 6 سنين افلام بحث عن الذات بقى وبيحاكم نفسه فيها الله يرحمه يعني ما كنتش بحب الافلام دي خالص فكنت شايفه مخرج من اعظم ما يكون كتكنيك وكبتاع بس متوه نفسه في حاجات زي القشطه بالظبط تخيل. قول انت. سالتنيش عن المانجا. انت المانجا هند رستم. يعني انا عايز اجاوب بس انت بتسال. انا بعشق الست دي. انا شايف ان دي اجمل انثى ربنا خلقها من ساعه البني ادمين ما بدا يعني فاهم. والمانجا ما فاهم. انت فاهم. قول قول قول. هقول لك البطاطا بس هي مش فاكر. البطاطا حمدي المرغني. ليه؟ عسك عسل. انا جاوبت عسل. وسهل ولذيذ وتلاقيه على طول تروح فاتح واكل يعني. عسل حقيقي. حمدي كده فعلا جميل من ادم جميل. لازم فاكهه ولا نضرب اللي انت عايزه. كشري. محمد سعد. ليه؟ كل حاجه في كل حته في نفس الطبق فيعني صح. ودي حاجه ما بتبقاش في مصر. هو الكشري كده مش غير في مصر. هو مميز جدا فعلا. بالظبط. ايه اكتر اكله بتحبها؟ الجمبري. الجمبري اكله لحد ما يخلص. الجمبري ده لحد ما يخلص من قدامي. مين الجمبري؟ عادل امام. انا خايف عليك. انا اللي خايف عليك. انا بعت كده كده بس عشان كانش عايز تضيع زيي. انا اللي خايف عليك انا الاخلاق ودتني انتهى. ايه يا حبيب قلبي؟ الاخلاق ما عملتناش حاجه. لا التهاب الاخلاق كله. وده اللي انا بحاول اوصله للناس من البرنامج ده ان احنا يا جماعه يا ريت نخف من الاخلاق شويه. يا ريت نهدى من الحاجات الكويسه يعني. ده هدفك في البرنامج. نبدا نفشخ بعض فتره يعني فاهم. ندوس على بعض. طارق انا بحبك جدا وانبسطت والله العظيم. بس واضح الانبساط على وشك رغم ان الحلقه يعني ما فيهاش اي نوع من انواع الجراءة خالص. ولا الضحك ولا اي حاجه. حلقه تقيله جدا. ثقافيه جدا بس يعني اهو يلا بقى
اي حاجه اي تبلي اي حاجه. والله انا انبسطت برضو جدا يا طارق، انت تعبتني شويه بس انت شربات على قلبي انت عارف، و... وانا بحبك جدا والله. صدق بقك. لا 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 دي الحاجه الوحيده اللي انا بقولها في الحلقه. وانا بموت فيك وبحبك، واسف لو انا تعبتك في الحلقه. خالص خالص ما تقلقش، كله بحسابه حبيبي. ماشي. طارق الليبيار يا جماعه، والى اللقاء مع احد الصيع، بس الصيع الحقيقيين ده، مش صيع، انا بعتبره استثناء الحلقات يعني، ده نقدر نقول ايه، نقطه بيضاء في قماشه سوداء. الحلقه دي كانت حلقه كده للمسنين والاطفال يعني. شكرا والى اللقاء. كده عمر. والله عمر جميل، وطبعا هيطلع دلوقتي فجاه يقول لك بص هو برضه هو مؤدب اهو، بس بجد انا بحب عمر، وعمر اخويا هو بعرف اي حاجه يعني، برنامج جميل ودمه خفيف، وعمر زي العسل. كان الاسئله اللي سالها لي بس كان عمر ما كانش عنده فكر. بلاش الاسئله عمر اللي انت اسئلتها لي ده. اعمل حاجة اكرم تتكلم كل اصحابي علشان نعمل حاجة نفوق، كل ما نتكلم لنا كلمة ونحاول ندخل في الكب، نرجع تاني لأي افعالة ونروح تاني للكلوب، ونروح تاني للكلوب. لوب 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 ليك ليك لوب 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 ليك ليك لوب ليك ليك لوب ليك ليك لوب. كل ما نتكلم لنا كلمة ونحاول ندخل في الكات، نرجع تاني.